Assalamu alaikum, friends. Today's lesson, phrasal verbs. إيش هم الفريزل verbs؟ هلأ الفريزل verbs للناس اللي أول مرة بسمعوا فيها هي كلمة بتتكون من جزئين. بدنا ناخد verb فعل ونحط معه preposition حرف جر. إيش هو حرف الجر؟ أكيد تعرفوا إنه في عنا حروف جر كثير في اللغة الإنجليزية مثل عنا in, to, under, out, with, without, كل هدول بنسميهم preposition. هلا حرف الجر بس نضيفه لفعل بيتغير عنا معنى الفعل بشكل كامل. إذا كان الفعل لحاله بيعني شيء معين مع preposition بصير له معنى آخر. preposition بيساعدنا إنه نغير معنى الفعل، ومن خلال هذا preposition بنقدر إنه نحفظ معنى الفعل الجديد. كيف؟ راح أفرجيكم بالتفصيل. Let's go to this verb, call. Call إلها أكثر من معنى، من معانيها بمعنى ينادي. She called me. هي نادتني. إذا ضفنا لها off, off لما نحكي on and off. Turn on, turn off. Off بتعطي hint أو دلالة على الإغلاق، إنه إشي بده يسكر. فلما نحط call off بتغير معنى الفعل كامل، بصير معناها cancel. تمام؟ So call لحالها بيختلف معناها عن معنى call off. نفس الشيء عنا find لحالها، find معناها يجد، ماضيها found. Find out بتصير معنى discover، يكتشف. Do over، do لحالها بمعنى يفعل. لما نحكي do over يعني repeat، over يعني أكثر من مرة، more than one time. Do over، repeat. So اللي بدي أوصلكم إياه إنه phrasal verb بيعطينا معنى جديد مختلف عن معنى الفعل لحاله. أوكي. هلأ تستخدم الأفعال المركبة في المحادثة والكتابة وتعتبر جزء من المصطلحات، وجودها جدا مهم باللغة الإنجليزية. نحن رح نركز في هاي الحصة على الفعل get، وإنتوا بتعرفوا إنه get إلها كثير معاني، من معانيها يصل أو يحصل. The verb to simple past من get هي got، الماضي منها got. فبدنا نحفظ إنه get ماضيها got، لأنه ممكن إحنا نغير تصريف الفعل حسب المعنى. طيب let's go to the first one. Okay. Get across. Get across. إجت معنى get وجت across. شو بده يصير معناها؟ بده يصير معناها إنه يوضح. بده يوضح لي شيء معين. حدا بده يوضح لي موضوع معين. بمعنى بالإنجليزي إحنا بنحكي illustrate أو explain. فبيحكي لي to communicate an idea successfully to make someone able to understand something. We have an example here. He tried to get his point across, but it was so convoluted, no one could understand. هو حاول إنه يوصل فكرته بس ما حدا فهم. يوصل فكرته أو يشرح فكرته بنحكي إنه get across. Get across. إذا بدنا نحفظ مع بعض إنه get across معناها يوضح. Get across. إيش ماضيها؟ بدها تكون got across. Across ما بنغيرها بس بنغير الفعل نفسه. Number two. Get away. Get away. An American accent بتسمعوها بالأفلام بيحكوها كتير get away, get away, get away from here. Okay. Get away معناها من معنى away. شوفوا ال preposition رح يغششنا إيش معنى، إيش المعنى النهائي اللي رح نوصل له. ف get away معناها ابتعد أو يبتعد. To leave or escape from someone or something. Get away from me. مشهورة ومعروفة get away from me، ابعد عني. So away ابعد، get away ابتعد. Okay، صار عنا تنتين get across و get away. Let's go to the next one. Get down to. Get في عنا down و to. إيش بصير معناهم؟ هون عنا أكتر من preposition، عنا two prepositions down and to. To start working on something. To start working on something. بدك تبلش تشتغل على إشي معين. Example. I must get down to these tax returns today. Or I will never finish them. I must get down to. يعني
يعني أنا لازم أبلش أشتغل عليهم اليوم. طيب to start work or focus on a task ممكن أبلش شغل معين أو مهمة معينة، فببلش إذا بدي أبلش شغل معين أو مهمة معينة بحكي get down to. Get down to. طيب كيف ممكن إنه أنا أحفظ get down to؟ بدك تتخيلي حالك إنه أنت واقفة أو أنت واقف. Down بتعمل down، بدك تنزل لتحت. أوكي؟ to إلى بدك تبلش. So get down to. طب بتعرفوا أنا إيش اللي خطر لي؟ ربطتها بشو؟ ربطتها بأمهاتنا زمان لما كانوا يجلوا الجلي هم قاعدين أو يغسلوا الغسيل هم قاعدين. هم بدهم يبلشوا يغسلوا الغسيل، بدها تبلش يباشر يبدأ، بدها تبدأ بشي معين، يعني بدها تبلش تغسل الغسيل. فأول إشي get down، بدها تقعد، بدها تنزل لتحت. بعدين to، to بمعنى إلى، يعني بدها تبلش. أوكي okay؟ so get down to معناها يبدأ. so صار عنا get across، صار عنا get away، وصار عنا get down to. get across أكيد عرفتوا معناها، و get away صح معناها يبتعد، و get down to. أوكي برافو، أعتقد الموضوع سهل. let's go to get around. طيب around معروفة، round حول، around around round الإشي الدائري، around بدي أدور حول شيء معين أو بمعنى حول. وهي معناها برضو نفس الشيء to travel to many places، إنك تسافر، إنك تتنقل من مكان لمكان. so get around يتنقل. example I've been to France, Australia and Mexico this year. I get around. أنا عم بدور العالم، أنا عم بتحرك من مكان لمكان. إذا إذا شفت الجملة وفيها إنه أنت بتتحرك من مكان لمكان، إنه أنت بتتنقل أو بتسافر، بنحكي get around. okay. get over. get over. over يعني فوق إشي معين. فوق. over معناها يعني over يعني فوق. هيك معناها بالعربي. In English, to recover from something, usually an illness or unhappiness. يعني بدك أنت تتعافي من شيء معين، أو أنت تتعافى من موضوع سيء أو مرض لا سمح الله. التعافي get over، إنه أنت عم تتخطى هذا المرض أو تتعافى منه، بنسميه get over. Example, I had the flu all last week and I'm still getting over it. Getting over اللي هي ال continuous form منها، ال progressive يعني الآن عم بتعافى منها، إنه أنا صار معي flu influenza وعم بتعافى منها. so get over، إذا شفتي مرض، شفت شيء سيء بدك تتخطى، بدك تتعافى منه، بنختار get over. طيب المعنى الثاني، في لها معنى ثاني، to accept something that you're unhappy about. ممكن أنت تتقبل إشي إنه أنت مش مبسوط فيه، يعني أنا زي معناه إنه أنا برضو عم بتخطى، أنا عم بتخطى هذا الإشي السيء. آخر مثال، she managed over to get over her shyness. هي تمكنت إنها تتجاوز أو تتخطى الحياء أو حياءها بأنها تكون shy and give a speech at the wedding. ويعني عملت speech إنها حكت بالwedding بالعرس. so get over بدك تخيل حالك إنه أنت أو أنتي عم تمشي بمكان وشفتي for example hole أو حفرة، فأنتي بدك تتخطي أو بدك تتخطى هذا الموضوع. ف get over بدك تربطيها إنه أنتي عم تخيل هيك رفعت رجلك عن الحفرة وخليتها يعني حطيتها بالمكان الثاني. ف get over يعني عم تتخطى هذا الشيء السيء. get through يعني يصل، through get through يعني يصل لشيء معين لمكان معين. to reach a destination get through يصل. you will be able to answer the questions when you get through the lesson. راح تكون قادر انت تجاوب على الاسئله بس توصل للدرس. خلينا نوصل للدرس بالاول بعدين بتجاوب الاسئله. so get through. get through okay. now get into. شوفوا get into من اسمها in. in يعني انت بتدخل بشيء معين، انت بتدخل بموضوع معين. to enter something get into. get into example Susan got into. هاي بالماضي لانه انا عم بحكي عن شيء صار بالماضي. got into the taxi اذا هي دخلت في التاكسي. اذا اجى معنى الجملة انه هي عم تدخل مكان او انت عم تدخل مكان او شيء معين، نحكي got into or get into. simple present get into، simple past got into.
The next one, get together, which means to bring together. يعني get together بمعنى من اسمها together, يجتمع به. Together بمعنى يجتمع, إنه أنا بدي أقابل حدا, بدي أجتمع بحدا معين. Example, he often gets together with his friends after work. He often gets together. Gets together means meet. يعني هو بده يقابل حدا معين, بده يقابل أصدقائه. So I think they are easy. I need you to watch the video again. بدي أياكم تحضروا الفيديو مرة تانية وتركزوا على معاني, على معنى كل واحدة فيهم على دفتركم. يعني try to write them down on your notebooks in order to memorize them faster. Okay, after that I give you some worksheets and some questions about get and about get and the prepositions after them as phrasal verbs. The next step will be actually I'm thinking to give you the next phrasal verb اللي هو break. رح أعطيكم عن break برضو. فنحن عنا two verbs, get و break. فبدي نخلص الموضوع get, أعطيكم questions عليهم, بعدين ننتقل لبريك إن شاء الله. I think they are easy. أنتوا بس ركزوا على preposition نفسه, ركزوا على حرف الجر نفسه. أنتوا معناها داخل, فإذا get أنتوا بده يدخل في شيء معين. Get together معناها مع بعض, فget together معناها إنه بده يقابل حدا, بده يجتمع بحدا. إيش كمان أخذنا؟ Get across. Sorry, get down to ربطت لكم إياها بأنك أنت بدك تقعدي وتبلشي بشغل معين أو تبلش بشغل معين. Get down, بدك تنزل لهذا الشغل, بدك تبلش فيه. دائما اربطوا الكلمة بشيء معين ببالكم بحيث يكون الموضوع عليكم سهل. Thank you so much for watching.